هلا قعدتنا دبشه ما بتفهم هلا. يعني عم بتقول انه التسويه الكبرى ستسلم لبنان او اداره لبنان لحزب الله محسومة. يعني ما هون حق دكتور سمير جعجع وكل هالاصوات اللي عم ترتفع وخايفه ومتخوفه من ان تكون التسويه على حساب المسيحيين في لبنان. شو بيمونوا على الامريكان؟ مين وقفي سمر، الله يخليك، الله يخليك بشرفك، حش تحكيني بالموضوع. أنا إذا بطل في مسيحيين بلبنان بفل منه، تبهي تقلك أنا رأيي. هلا يبطل في شيء، أنا اسمعي شوي، يبطل في شيء، اسمعي شوي، اسمعي، ويبطل إلهم دور شيء. يا أختي كفي خليني، يلا. أنا إذا بطل في مسيحيين بلبنان بفل منه، يعني أنا زلمي، أنا المسيحي شريكي، انتبهي. بس أنا كدرزي ومسيحي خير شو بالمعادلة؟ في 1.5 مليون مسيحي فلوا من العراق انه حماهم. يعني خير لحظة. يا معليك ولك روقي شوي تكفي لك. الامريكي ايمتى راح دافع عن مسيحي بالعراق؟ بالاخير عمل مصالحه مع الشيعي الامريكي بالعراق. بسوريا في 2 مليون مسيحي فلوا، ايمتى الامريكي راح ليك؟ ما قدر الامريكي يضغط على التركي تجيب مطرانين الله يرحمه اثنيناتهم لانه ماتوا. يعني تذكري انا اول واحد قلت انه صح. ماتوا وبعدهم كانوا عبرموا عليهم. فاليوم انت بلبنان مين سألان عن هالموضوع؟ هذه دول انت عم تفتكري هذه دول بتفكر بعاطفتها؟ هاي دول بتفكر بمصالحها. حتى ايران بتفكر بمصالحها، ما فكرت بعاطفتها بموضوع فلسطين. طب حتى ايران هي دوله عندها مصالحها، بلا حطت ضوء، حطت خط احمر وحيد، قالت لهم للامريكان اذا بدكم تضربوا حزب الله انا بفوت بالحرب. نعم. بهذه الحاله بس بتفوت بالحرب، عرفتي كيف؟ وقالت له لحزب الله كمان ما فيك تصعد. مشان هيك بعدها مرسوم الخطوط من هيك كلها. يعني طبعا طبعا. طيب في بس على موضوع المسيحي، بس ما حدا مكفي، حطي لي المواطن يفهمنا. هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي في واحد بده يسقطه اسمه نتنياهو. هل نتنياهو أقوى من بايدن أم بايدن أقوى من نتنياهو؟ هي سؤال ما عندي عليه جواب أنا، لأنه إذا أصلا بهذه الظروف قبل الانتخابات، لأنه إذا بتسألي اللي مختصين بالشأن الأمريكي هذا بيقلك الإسرائيلي بيشتغل عند الأمريكي، وهذاك بيقلك لا الإسرائيلي هو الأمريكي بيشتغل عند الأمريكي. يعني أنا ما بعرف، أنا بصراحة بعرفش. أنا ريق بها 8 أشهر 9 أشهر، أنت ريق بيهم. هل الأمريكي هو اللي رح يقدر يهزم نتنياهو ويطير الحكومة ويعمل مخرج، أو الإسرائيلي سيهزم بايدن ورح يعمل الرزنامة تبعه، واللي هي انتبهي رزنامة خطيرة تشمل العراق وسوريا ولبنان والأردن. يعني اليوم الوضع الموجود بسوريا والعراق يريد الإسرائيلي كمان أن يكون لبنان وضعه مشابه لسوريا والعراق، ونحن بلشنا نصير هيك، عرفتي كيف؟ موضوع الأردن محسوم عند الإسرائيلي، إنه تهجير من الضفة المرحلة الثانية. اليوم الإسرائيلي عم يصعد بالضفة أكثر من فلسطين. يعني رجع شبح الوطن البديل بالنسبة للأردن. شو اللي رعبه لكان الملك غير هيك؟ شو اللي رعبه الملك غير هيك؟ استكيد. فنحن رايحين، انا تقديري 7 اكتوبر هي مثل 11 سبتمبر. يعني بدها تغير معادله. لا مش تغير، غيرت الكون هيديك، غيرت العالم كله. هيدي ستغير وجه المنطقه. هيدي ستغير هو الشعبين بقاش فيهم يعيشوا مع بعضهم، في واحد بده يلغي الثاني. ممتاز، رجعني لنقطه اساسيه. انا مش حكيت موقفي هلا، عبتعطيني معلومات، عبقلك معلوماتي وعبقلك اللي ضايفه من تحليل عندي للموضوع، بس منه موقف. الموقف بقلك غير شيء. شو ده؟ بس بدي ما يعني بس بدي احكي موقف.